نور، انت شايفه نفسك منافقه؟ تقصدي ايه؟ اللي انت عملتيه مع حنان كان بسبب نفس حكايتك دي، لكن رد فعلك مع حنان عكس خالص رد فعلك مع نفسك. انت اتهمتي حنان بعدم الاتزان ورحتي بلغتي عن الشيخ اللي كان عايز ينصب عليها، لكن لما جيتي اتحطيتي في نفس الموقف عملتي زيها بالظبط. وسيبينا بقى من حنان خالص، انت قناعتك فين؟ انت مصدقه ان الشيخ ده هيساعدك فعلا؟ يا منار انا تعبانه ومش عارفه اعمل حاجه، وإياد بيقول انه عارف وفاهم. بصي بقى، انا عايزاكي تفرفشي كده وخرجيلي نفسك من الدايره اللي انت زانقه نفسك فيها دي. ما تتكلمي يا ستي مع اي حد من اللي حواليكي، اتكلمي مع يوسف. حاولت اتكلم معاه مش عارفه اوصله، دايما مشغول وعنده شغل بره القناه. تحسي كده تايه بين عالمين. انت عارفه ولا حاسه انه عايش بين عالمين؟ هو قالك حاجه؟ لا هو ما قالش، انا حاسه. انت خايفه تشغليه ولا خايفه على صورتك قدامه عشان انت بتشتغلي معاه؟ بصراحه انا خايفه على صورتي قدامه، مش عارفه هيقول عني ايه. منين بتقولي انك بتثقي فيه وانه صديقك، ومنين خايفه على صورتك قدامه؟ راجعي نفسك يا نور، راجعي الطريقه اللي بتفكري بيها. المشكله جواكي، سواء مشكلتك او مشكله اياد او حتى حنان ويوسف، كل الحلول عندك انت. بس بقى اللي انا عايزه اقوله لك بوضوح، ابعدي خالص عن سكه الجن دي. انت عديتي بحاجه شبه كده وعارفه ان كله نصب في نصب. اه بس انت كنت قلتي لي حاجه قبل كده عن الروح. ايوه، عالم الروح ده جزء من علوم الطاقه، وعلوم الطاقه دي حاجه قديمه جدا، الناس على مستوى العالم بيعالجوا بيها وبيستخدموها، لكن جن لا طبعا. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتش إت، ما تخليش حاجه تفوتك.